مسحراتي قال وقف معاده بالتماسة وقال امشي وسحر بكلمة قدام كلام محفوظ وقلت للناس على الدوام لكن الاهم من ده ايه الفعل مش الكلام سأل نفسه سؤال في غاية الاحتراب اللقمة اللي باكلها حلال ولا حرام حلال ولا حرام اللقمة اللي باكلها حلال ولا حرام الحج راضي راضي ملوش في الهلس ماضي يعني ما يقولش كلمة فاضية ولا يرضى له فاضي يا وعدي بيحج كل عام ولا يتلطف أواضي يا سيدي صلاة وزكاة وصيام وغيبها في الأراضي متوقع ويقول لك دي أنا أقرأ أيوة. والتانية أنا أقرأ غيرها دي أرضنا في بلدنا وإحنا الأولى بخيرها يا عالم فهموني بالذمة ده كلام ده كلام اللقمة اللي بياكلها حلال ولا حرام حلال ولا حرام اللي بياكلها حلال ولا حرام ميكانيكي في ايده صنع تأكله الكباب اروح له عيني ولع من خبطة في الجناب يقول لي دي الكبالب دخلالك في الدولاب والعكس كمان مطقطق والزيت بيجيب هباب والتيل الخلفي ممكن يأثر على الفرامل بعد ما ترجع تقول لي الشغل ما كانش كامل يا عيني جيب العربية جمعة وتعالى بالحساب ده كتير ده يا اسطى جمعة يحلف لك على الكتاب وقفت علي بالخسارة حتى اسأل الشباب تمشي يقول الشطارة في تقليب الزبون ما دام غشيم هيدفع ويشيلك في العيون يا عالم فهموني بالذمة ده كلام ده كلام اللقمة اللي بياكلها حلال ولا حرام حلال ولا حرام اللقمة اللي بياكلها حلال ولا حرام صديق محامي انسان صاحب رسالة طبيعي يقدس القانون كخادم للعدالة له جار كمان محامي يقول لك استحالة احنا قانوننا خادم براحة الزبون أيوة. تقول له في محاكم يقول لك شيء يهون انا عندي سكة تانية مع بعض المحضرين وهتعيش القضية قال له 10 سنين واحنا بنقبض وانا اعرف اللي هيكسبها مين أهوح. يا عالم فهموني بالذمة ده كلام ده كلام اللقمة اللي بياكلها حلال ولا حرام حلال ولا حرام اللقمة اللي بياكلها حلال ولا حرام